تمشي عكس الحلم ومن عيش الأحلام، كله ظلم بظلم ونكتب قصة حب ونتمنى ننحب، لكن للأسف أوقات الأيام تمشي عكس الحلم ومن عيش الأحلام، كله ظلم بظلم ونكتب قصة حب ونتمنى ننحب، لكن للأسف في موجة غضب الحب بينخطف، العمر اللي انكتب ما اجا بصدف، القلب اللي بتنقيه تحبك تعطيه فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف، فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف. لما القلب يميل لا حدا ممنوع، ودرب الألف ميل بكل خطوة موجوع، تمشي وما بتنهم وعارف رح تندم بس عندك هدف. لما القلب يميل لا حدا ممنوع، درب الألف ميل كل خطوة موجوع، تمشي وما بتنهم وعارف رح تندم بس عندك هدف. في موجة غضب الحب بينخطف، العمر اللي انكتب ما اجا بصدف، القلب اللي بتنقيه تحبك تعطيه فجأة فجأة بتلاقي صار ضدك طرف. خاطرك. مع السلامة. بكرة بتصل فيكي وبعطيكي عنوان مكتبي الجديد، ضروري شوف فيك لنبلش بالإجراءات اللازمة. ضروري متر. بالإذن. مع السلامة. كل شي ابن الكلب، ما ترك ولا ألف ليرة لإله. خلاص ماما هلا بتسمعنا، قومي خلينا نفوت على الأوضة. نسيتي شو طلبتي مني من شوي؟ مش أنت طلبتي مني كون رايقة؟ قومي خلينا نفوت من هون بلا منظرة. بعد بكير يا مدام، خليكي بعد شي ساعتين ثلاثة برات البيت. شو نسيتي انه عندك بيت؟ شو الظاهر كلامي ما عجبي؟ انتبه حكلمك معي فواز، صاير عم تتجاوز حدودك معي. انت كل مرة بدك تفهميني شو احكي وشو ما احكي؟ لك شو انا اجي الكرسي هون؟ فهميني انت طلع فيي هون ولا شي بالنسبة لإلي، وأنا بدي أعيش حياتي مثل ما أنا بدي، سامع؟ طبعاً مدام سلوى، أنت ما بقى فرقانة معك إلا الصبحيات ودعوات العشاء والمناسبات اللي ما بتخلص أبداً. لك إلك عين رايح تشكيني لابنك؟ ليه ما بتحكي له عن حالك وعن أعمالك البشعة اللي ما بتخلص أبداً؟ مثلي. احترم حالك وعرف حالك شو عم تحكي، لأني ما بقى رح أسكت لك. أنا محترم كتير يا مدام، بس انتي نسيتي كلمة احترام من زمان، واذا كنتي ناسي خليني ذكرك.
لا ماني داسية، وأنا بدي أعيش حياتي مثل ما أنا بدي مش مثل ما أنت بدك. وهلأ بدي أطلع نيم، تصبح على خير. بصراحة ما إلي نفس أقعد معك. سلوى سلوى، عجبك المطعم؟ كتير حلو. أكيد اتصلتي فيه لحتى تقولي إنك موافقة. مبدئياً موافقة. ليش مبدئياً؟ إذا منقول نهائياً ما بيكون أفضل؟ في أشياء كتير حابة أعرفها عنك. شو بدك تعرفي؟ كل شيء. البابا أعطاك عمره من زمان، ترك وراء ثروة كبيرة، وأنا حافظت على الثروة واشتغلت بالتجارة. وقبل ما أستلم إدارة الشركات درست بأمريكا، وعندي خي أصغر مني اسمه فادي، عايش بمصر وفاتح شغل هنيك. قله كم سنة ما أجي على لبنان، والماما شفتيها، أنا قدامك كتاب مفتوح. ولا مرة حبيت بحياتك؟ ولا مرة. وخيك فادي ليه مش عايش معكم؟ فادي تعود على حياة الغربة، ما بيجي لهون إلا زيارة. أنا في شي حابة أقول لك إياه. عم بسمعك. خلينا نعرف بعض شوي أكتر، إنه أعرف شو بتحب شو بتكره، إذا أنت حنون أو قاسي. أنا أحن إنسان بالعالم. أنا كمان بقلي عندك طلب. تفضل. بدي نتزوج بأسرع وقت ممكن. لا، أول شيء أنا حالياً ما بقدر أتجوز. والسبب؟ بيا لداليا أعز رفيقة عندي ما قالوا كم يوم ميت، مشان هيك أنا بفضل ما أعمل حفلة خطبة. أنه مش معقول أنا أفرح وأعز رفيقة عندي تكون محزونة. مش رح أتجوز قبل شهور، إنه الزواج بده تحضير. ما بدي تعطلي هم شي. من بكرة بتروح بتقدمي استقالتك، بتفضي حالك بس للسوق، وشو ما بدك بتجيبي، وخلي المصاري آخر همك، وبس تكوني مستعدة وتحسي إنه الوقت صار مناسب نحدد وقت العرس. ما بدي أعمل عرس. كل شي بوافقك على نور، كل شي إلا هاي القصة. والسبب؟ السبب إنه اثنيناتنا أول عرسان عند أهلنا، يعني مش معقول إنه نتزوج على السكت. عشان هيك بدي وقتك، وأنا مستعد أنترك لآخر العمر. لازم نعمل عرس، وبدي العرس يكون بأسرع وقت ممكن، يعني إذا ممكن آخر الشهر. آخر الشهر؟ لا مستحيل خليل. ما في شيء مستحيل. أنا ما بلحق أحضر حالي ولا أتعرف عليك. بعدين رفيقتي داليا شو بدي أقول لها؟ بقول لها بيك مات من هون وأنا بدي أتجوز من هون؟ نور الله يرحمه، بس الحي أبقى من الميت. شو بابا؟ نور صارت عم تروح كتير بالليل من البيت. راحت تتعشى مع خليل؟ ليه؟ الظاهر خليل صايدة مرتبة، معه مصاري كتير. إذا ما كل يوم حكيتيني وسميتيلي بدني، ما بتنبسطي يا بنت؟ أصلاً أنا ما في أحكي كلمة بهالبيت، عطول كلامة مثل السم على قلبك وقلب نور وربيع. حابب بكرة بتغدى أنا وياك إذا ما عندك مانع. ما عندي مانع. بعرف مطعم كتير حلو بدي أخدك عليه. كنت تروح عليه مع شي حدا؟ ايه كنت روح عليه، بس
ما كنت روح عليه مع وحدة إذا هذا قصدك. معقول شاب مثلك ما كان في بحياته قصة حب أو ما كان يعرف حدا؟ لا أكيد أكيد كان في كان في، بس مثل ما بيقولوا إنه علاقات عابرة، تعرفي أيام طايش وولدنة، بس علاقتي فيك شي تاني. بدي إياك تكوني مرتي بالحلال. سلوى، بعرف اني كويس، افتح الباب. بعد حديثنا ما خلص يا مدام. اذا بتفتكري انه الوضع رح يضل هيك بتكوني كتير غلطانه. العادة ناطرني. خارتي يا بنت، ما تزعل مني بابا، بس ما حسيت على الوقت. أنا ما بزعل منك، بعرف حالي كيف ربيتك. تعشيت؟ إيه تعشيت. وأنتي كيف كان العشاء؟ كان منيح. شو حكيتو؟ خبرنا شوي عن أهله وحياته، يعني هيك جلسة تعارف. يعني حاسي حالك مرتاحة معه؟ إيه مرتاحة، ما تعطل هم بابا. طيب حبيبتي أنا فايت نام، تصبح على خير. أنا حابب بكرة نتغدى أنا وياه، شو رأيك؟ عملي اللي بتلاقيه مناسب. حاسي حالي عبالي أتعرف عليه أكتر من هيك، مع أنه طلب منا نتجوز آخر الشهر. أف؟ آخر الشهر؟ وليش مستعجل هالقد؟ قال ما في داعي ننطر، كل شي موجود وجاهز. ظاهر هالشاب بحبك، بس انتبهي حبيبتي، الزواج مش لعبة. يلا تصبحي على خير. وانت من اهل الخير حبيبي. معقول مثل ما قال ربيع؟ معقول حبنا من أول نظرة؟ أكيد هيك بده يكون، أو ليش بده يتجوزنا بعيد السرعة؟ شو بابا؟ رايحة؟ أي بابا، رايحة أقدم استقالتي من الشغل. بس سرعة؟ خليل هيك بده. الله يوفقك ويعطيكي أكتر ما بتستاهلي يا بنتي. الله يخلي لي هيك بابا، ما يحرمنا منك أبدا. الله معك يا حبيبتي. جيتي بكير اليوم؟ أنا جاي أقدم استقالتي من الشغل. شو السبب؟ أنا زعجتك بشي؟ لا ما تقول هيك، أنت ما في منك. لكن شو السبب؟ بدي أتجوز. هذاك الشاب ما غيره؟ إيه هو. ألف مبروك، شفتي؟ طلع هيدا هو ابن الحلال اللي كنا عم نحكي عنه. إن شاء الله بيجيك حدا مثلي وأحسن. أنت ما في مثلك. أنا اليوم مش رح فيي أشتغل لأني مشغولة شوي، بس رح أبقى معك لك تلقيت حدا. ولا يهمك، أنت هلأ روحي انبسطي، خلصي شغلك وتعي بكرة. بتوصيني بشي أستاذ توني؟ لحظة نور. تفضلي. شو هولي أستاذ؟ هول 500 دولار هدية عرسك.
بس شو؟ بدك تبخى عيني؟ لا أنا ما قصدي هيك بس. لك يعني تفضلي وألف مبروك. ميرسي. ايه مريم يلا انا واصل على الطريق. لا يلا جاي على الطريق بدي شوي وبوصل. شو نور خبريني حبيت الجو؟ ايه حلو اول مره بجي على هيدا المطعم. صديني معي رح تبرمي كل العالم. خليل انا ما بيهمني غير اني اعيش مرتاحه معك. هذا اللي رح يصير انا باكد لك حياتك رح تكون كلها سعاده معي. بدي أعرفك على رفيقة داليا. تعرف عليها ليش لا؟ مش غلط يصيروا أصحابك أصحابي. داليا أكتر من رفيقتي. داليا مثل أختي وأنا بحبها كتير. لا أنا هيك رح بلش غار. إذا بتغار من الشباب مش من البنات. أف والله معك حق. هيدي رفيقتي يلي كرمالها ماني حابة أعمل عرس بتكون بنته لهاني الأشقر يلي انقتل ببيته. أكيد سمعت بالجريمة. ايه سمعت بالجريمة كل عالم سمعت فيها. هذا القدر الإنسان ما فيه هروب من قدره. ولا أنا كمان هيك قلت له. وهلأ كيف صارت؟ صارت أحسن. تعرف الإنسان بده وقت لحتى ينسى. مثل ما قال البابا نحن كلنا أموات كلنا رايحين على هيدا الطريق. نور خلينا ما نحكي عن الموت. خلينا نحكي عني وعنك وعن مستقبلنا. تشيرز. هيدي نهايتك يا دارين بعد كل الصبر اللي صبرتي هيك بالآخر اطلع من دون ولا ليرة. ابي وصلك على البيت. لا معلش بدي اروح عند داليا. والله صراحة بلشت احسدها لداليا من هلا. بكره بس تتعرف عليها رح تحبها كتير. صدقيني انا ما رح احبها من غيرك. بتعرفي خليني اوصلك لعندها هيك اذا شي نهار ضيعتك بعرف وين بلاقيكي. ايه ماما كيفك حبيبي؟ أنا منيح الحمد لله. أنت كيفك؟ كيف فراس؟ فراس منيح ما تعطل همه. شو رأيك رح نتغدى أنا وياك اليوم؟ ليش فيني أقول لك لا ماما؟ بعرفك بتحمل حالك وبتجي لعندي وبتخديني بالقوة. رح تضلك كل عمرك هيك، ما رح تتغير أبدا. عنيد وراسي يابس، طلع لك ماما. طيب قولي لي هلا يلا وين بدك لقي لك وأي ساعة؟ رحنا تغدينا ورجعت قدمت استقالتي من الشغل. حاسة إنه الدنيا بلشت تضحك ليك من بعد كل العذاب اللي مرقت فيه. يا ريت أنت كمان ترجعي تضحكي مثل ما كنت. بدي أعرف مين قتل الباب. أنا معك بس أنت لازم تفكري بحالك شوي. مش قادرة أفكر بأي شيء. طب قولي لي الحقيقة، أنت شاكة بحدا؟ إذا قلت لك يمكن تقولي عني مجنونة. قولي ما رح أقول عنك مجنونة. أحياناً بشك بدارين بس برجع بقول إنه مستحيل دارين تعمل هيك شي وتعرض حياة غادة للخطر لأن غادة كمان انصابت بعيد الليلة. كلامك مزبوط لأنه أنا وياك منعرف غادة شو بالنسبة لدارين. هلأ تركينا منا وخلينا فيك. قوليلة حبيتي؟ إذا قلتلك إني حبيته بكون كذابة بس أنا حاسة حالي مرتاحة معه. هيدا أهم شي نور والحب بكره بيجي مع المعامله الحلوه. بكره بتقولي داليا قالت
بدو ينا نتجوز باخر الشهر. وليش عم تحكي وهيك خيفان؟ انا بتمنى لك كل السعاده، بس الوقت كتير قليل وانا ما بعرف شي عنه. لو كان بدو يتسلى ما كان راح على اهلك وطلبك وقال لك طلبي وتمني. وانت؟ وانا شو؟ معقول بيك يموت من هون وانا اتجوز من هون؟ انا رح اكون كتير مبسوطة لك نور لما اشوفك مبسوطة ومرتاحة من هم الشغل عند الناس. اكلتي؟ ولا بعدك مثل العادة بلا اكل؟ لا اكلت. ما تخاف علي، مش رح اترك حالي اموت من الجوع. الحمد لله، يعني بلشت تستوعب كلامي معك. ماما بترجاكي لازم تروقي شوي والا رح تحس علينا. انت كنت تقليلي انه لازم تروقي بكل شيء له حال. شوفي حالتك كيف، شوفي قد ايه صارت الساعة وانت بعدك بالبيجاما. رح جن، مش قادرة اروق، رح جن. طيب خلينا نحكي مع سامر وبسام، بركي لقولنا حل للموضوع. لازم نلاقي حل، لأنه بقتلها بشرفي، بقتلها. حتى لو قتلناها يمكن ما تموت. منك ملاحظة أنه كل شيء عم نعمله عم بيروح على الفاضي؟ ما في شيء عم يزبط معنا. مني قادرة أشوفها، مني قادرة أشوفها. أنت ما شفت تحكي كيف كانت عوجها لما عرفت بيا المعاقد بلا كل شيء لها؟ بلا شفتها، حتى ما كلفت خاطرها تحكي معنا ولا كلمة. يعني شو بدك إياها تعمل؟ مفكرة إنه رح تقلنا أنا مني موافقة على كلام البابا وأنا من عبكرة رح أروح عند المحامي وأكتب كل شيء باسم خالته دارين؟ هذا الشيء مستحيل يصير إلا بالأحلام. وين بدها تروح مني؟ حقي بدي أخده من عيونها بعد ما شافت شيء. هلأ بتكون قاعدة مع رفيقة عمرها وعم تخبرها قديش هي مبسوطة. منيح، كتير منيح. هلأ هيدي الشحادة بتكون كتير مبسوطة، رح تضلها تقشطها مصاري قد ما فيها. إن شاء الله بيموتوا اتنيناتهم بنفس النهار لنرتاح. لوين جايين؟ شو بك نور؟ ليش راح فكرك لبعيد؟ خليل لوين جايين؟ جاي فرجيك بيتك. بيتي؟ بيتك اللي وعدتك اني راح اشتري لك اياه. هيدا هدية عرسنا. بعتذر خليل، ما كان قصدي. ما في داعي تعتذري. خلينا هلا نطلع نشوف البيت. عجبك ننزل على السوق وبتنقي الفرش اللي بيعجبك، وخلال كم يوم كل شي بيكون جاهز. بس نرجع مشهر العسل رح سجله باسمك. طيب حياتي شو فيك؟ يعني معقول رايح تتغدى من دونه؟ شو بدي اعمل يا حياتي؟ هيدا غدا شغل، لو ما هيك ما كنت بروح بدونك. وين رح تتغدوا؟ نتغدى بالنعص، ليه؟ لا لا بس هيك مجرد سؤال. رايحة شي محل؟ لا باقية بالبيت، تعبانة شوي. والله معك حبيبتي. ايه ساندرا، استاذ خليل اتصل من شوي الاستاذ فهد حابب انه يغير المطعم، قال حابب يروح صوب البحر. ايه ما مشكله ما مشكله، قولي له نقي المطعم اللي بده اياه، ما في مشكله.
ما حسيتي حالك استعجلتي شوي؟ هيدا نصيبي. خبرينا كيف شعورك هلا؟ عادي مثل كل الايام. في عروس نهار عرسها بيكون شعورها مثل كل الايام؟ اذا حاسه حالك ندمانه بعد ما فات الاوان. لا ربيع انا هيك مرتاحه. طيب اذا اي شيء بيصير معك او بتتضايق من شيء دغري بتخبريني، بدي ضل حدك على طول. ان شاء الله ما راح يصير شيء. انت المهم دير بالك على حالك وانتبه على البابا. انت مين؟ خلي المدام اللي معك تقلك انا مين. مين هيدا نرمين؟ مين انا؟ انا حبيب القلب اللي ما فيها تعيش من دونه ولا ممكن تخونه. ليه عم تضحك؟ انت من كل عقلك بتصدق حكي النسوان كل لون هيك. ونرمين كل شهر بتغير شاب. كل شهر؟ لكن ليش باقي معي؟ ليش؟ باقية معك للسبب ذاته اللي باقية فيه معي، المصاري يا حبيبي. بدي اخنك. بدي اخلص منك. روق يا زلمة. بدي اخنك. روق يا زلمة. أرزالة تقضي حياتك بالحبس كرمال وحدة. ليش هيك معصبي يا ست؟ تقبل الامر الواقع. خلص صارت مرته، يعني ما بقى فيكي تعملي شيء. مش انا يلي بنحط تحت الامر الواقع. اللي فهمني شو عجبه فيها؟ القلب ما يهوى يا ست، بس انت روقي اعصابك. ما قادره اروق ايمن، ما قادره. حب روح وانزع له كل العرس، حب روح صرخ قدام كل العالم وقول ما بدي اياها. لو عملتي هيك ست نهله فكرك رح يتركها؟ هيدا خليل وكلنا منعرفه، إذا حط شي براسه بده يعمله. إذا عم تحكوا شي خاص بطلع. لا بابا، ما عندنا أسرار نخبيها عليك. بعرف حبيبي بعرف. طيب أنا رح أطلع، حاسس في شي بدك تحكيه مع العروس. الله يسعدك يا بنتي، أنت قلبك طيب وحنوني وبتستاهلي كل الخير. الله يخلي لي إياك بابا. صدقيني يا بنتي هيدا البيت ما راح يكون حلو بليك، صدقيني راح نشتاق لك كتير. لا هيدا البيت راح يكون حلو لأنه أنت وربيع وريما فيه، أنا كمان راح أشتاق لك. بس أنا حتى هون راح أجي زورك كل يوم وما راح خليك تحس بغيابي. حس حالك أنك أخذت القرار الصحيح. بابا خليل ما بيشكي من شي، شاب آدمي وطيب وحنون. إنه صحيح معه مصاري بس بيشتغل،
أنا حاسة إنه حياتي رح تكون آمنة معه. الله يكون معك يا حبيبتي. والله نيالك يا ست نور، كل حياتك المفضلة عند البابا. كنت أحسن مني بكل شيء وأشطر مني بكل شيء. حتى الشاب الوحيد اللي حبيته ما حبنا إلي حبك إليك. بكرهك، بتمنى من كل قلبي تشوفي الجحيم مع خليل، من كل قلبي. قد ما أكون مغهورة وتعبانة رح أقدر ما أشوفك عروس. حقبالك يا رب. رح نضل أصحاب. قصدك رح نضل إخوة؟ إيه أكيد أكيد رح نضل إخوة، ما في شي رح يفرقنا لمدى الحياة. نور تبع حالك. وانت كمان حبيبتي. يلا عجلة جيبي لنا بنت حلوة بتشبهك. لا قصدك بنت حلوة مثلك انت، ورح سميها داليا ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. عجبك العرس؟ حلو؟ كان كتير حلو. في إلك عندي مفاجأة. مفاجأة؟ بدي منك تغيري تيابك وبدنا نطلع على المطار. على المطار؟ ليش؟ لمين رايحين؟ على مصر عند فادي خيي. هيك بتشمي هوا وبتشوفي بلد جديد. بس أنا ما معي تيابي كفوني. كل شي بتعوزي رح تشتريه، في مصاري قد ما بدك. عندك لازم تقلي قبل لحتى أقول لأهلي. فكرت بالموضوع وهلأ أيمن بيكون عندهم وعم بيخبرهم. حياتي ما بديك تعطلي هم أي شي، بديك تكوني مبسوطة مرتاح. شايف شو حلو هالبيت؟ واسع ومرتب. ظاهر نور تجوزت دجاجة بتبيت ذهب. فيكي بلا كترة حكي ريما. مرحبا. اهلا ايمن، تفضل. جاي اقلكن انه الست نور والباك الليله مسافرين على مصر، ويمكن يرجعوا بعد اسبوعين او شهر ما بعرف. والباك حب يعمل لها اياها مفاجاه للست نور، لهالسبب ما قالت لكم لانه ما كان معها خبر. الله يبسطهم. يروحوا ويرجعوا بالسلامه. طيب أنا بستأذن هلأ. الله معك. مع السلامة. إيه نيالة، نيالة اللي له حظ. لك بقلكن انه خليل عبارة عن دجاجة بتبيض ذهب، بتصيروا تصرخوا علي وتحكوا معي كلام طالع نازل. شو رأيك تفوت تنام وحاش تفكر بنور؟ لأنها منا بنت صغيرة. مني معود على غيابها. يعني أنا اللي معود؟ خايف عليها من حماتها، ما بعرف ليش مرتحت لها. بدك للصراحة؟ أنا كمان مرتحت لها كتير. تركنا من سيرتهم هلأ. قلي شو مش جوعان؟ ما شفتك أكلت شي كل النهار. ايه قول مش جيك نوم لأنك جوعان، هيدا موضوع هاي خواجة. شو قولك؟
وصلت على مصر؟ لك أكيد لا، هلا بتكون بعدها بالطيارة، بس أنا وصلت معي لهون منك. حبيتي مصر؟ بعد ما شفت منها شيء، بس انه ايه حلوه ما بها شيء. شو يا بنت ابو ربيح؟ مصر مش عاجبتك؟ حاساس انت الحي اللي كنت ساكنه فيه احلى يعني؟ انت ليه عم تحكي معي هيك؟ أنا كيف ما بدي بحكي معك وساعة اللي بدي بحكي معك، فهمتي؟ ما فهمت. أنا ما بسمح لك تحكي معي بهالطريقة خليل. لمين سألان إذا بتسمحي أو ما بتسمحي؟ تكبر يا سيدي تكبر. شو؟ تكبر غريب، شو عم تعمل؟ لا خلي تركتي، شو عم تعمل؟ شت تركتي. تمشي عكس الحلم ومنعيش الأحلام كلها ظلم بظلم ونكتب قصة حب ونتمنى ننحب لكن للأسف أوقات الأيام تمشي عكس الحلم ومنعيش الأحلام كلها ظلم بظلم ونكتب قصة حب ونتمنى ننحب لكن للأسف بموجة غضب الحب بينخطف العمر اللي انكتب ما اجا بصدف القلب اللي بتنقيه تحبك تعطيه فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف لما القلب يميل لا حدا ممنوع ودرب الألف ميل بكل خطوة موجوع بتمشي وما بتنهم وعارف رح تندم بس عندك هدف لما القلب يميل لا حدا ممنوع ودرب الألف ميل كل خطوة موجوع تمشي وما بتنهم وعارف رح تندم بس عندك هدف بموجة غضب الحب بينخطف العمر اللي انكتب ما اجا بصدف القلب اللي بتنقيه تحبك تعطيه
فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف، فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف.